نحن كل شيء food and beverage, cafeteria بي inside الالايودي University, Lebanese International University. نحن بنقدم أكل للطلاب. نحن كفود لاب مستعملين 5 فروع بلبنان. BIM POS هو فادنا بكذا شغلة, من ال purchasing لل receiving لل storage وآخر شيء للسيلز. يعني هو عم بكل شيء عم بنظم لنا اياهم بطريقه سيستماتيك. اللي بيتميز عن غيره من باقي السوفت ويرز انه هو اونلاين انفنتوري, وبنفس الوقت ساعدنا على ارض الواقع. صار عندنا البرنتر تشانلز, اهمهم هي الكي ام اس كيتشن مونيتورنج سيستم, لبين ما يدقن على البي او اس ويروح لياخذ الايتمز اللي هو طالبه. هيدي العمليه بتسهلها انه وين ما كنت انت فيك تدق وبتطلع بقلب الكيتشن اللي هو لازم يعمل الاوردر. سرعنا العملية بكل شيء, بكل بروسيس. نحن أول شيء نزلنا السوفت وير ببيروت, لما لبينا بكل شيء ضمن بيروت طلعنا لباقي الفروع. في شغلة كتير مهمة بيتميز فيها هي السبورت. يعني 24 hours هن عم بيردوا عليك, عم بيجاوبوك, عم بيكونوا معك أونلاين, عم بيفوتوا يحلوا لك مشكلتك, بيسمعوا يعني شو عندك مشاكل, كيف فينا نحل لك اياها, شو فينا ننزل لك ريبورتس جداد اكسترا. لتسهل حياتك روح على BIM POS, وبنصح خاصة اللي عنده بيك كومباني. نحن عكار طرابلس اكسترا اللي هن بدك 3 ساعات او 4 ساعات لتوصلهم, نحن خلص اونلاين معهم كل الوقت. فهيدا شيء كتير مهم عندهم.